طقس لطيف في ساعات النهار وأجواء باردة نسبيا ليلا، وأيضا أجواء حارة نسبيا في البحر الميت والعقبة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وللتفاصيل نشاهد خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا. نشاهد يوم الجمعة تكون درجات الحرارة لطيفة نهارا، ومع ساعات الليل تبدأ درجات الحرارة بالتدني لتصبح باردة نسبيا، وقد تكون باردة في ساعات الليل المتأخر وأيضا في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت. كذلك الأمر يوم السبت نهارا تكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، وليلا تصبح باردة. ونود التنبيه أنه قد نحتاج إلى معطف في ساعات الليل المتأخر. بالنسبة لهذه الليلة في العاصمة عمان، الأجواء صافية، سرعة الرياح تصل إلى 11 كيلومتر في الساعة. أما في 3 أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الجمعة 24 نهارا، تتدنى يوم السبت لتصبح 22، يوم الأحد والسبت أيضا تكون 22. أما في ساعات الليل فتكون 15 درجة مئوية يوم الجمعة والسبت وأيضا يوم الأحد. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد 27 إلى 17، مفرق 27 إلى 15، جرش 27 إلى 17، عجلون 26 إلى 15 درجة مئوية، عمان 24 إلى 15، زرقاء 27 إلى 17، البلقاء 25 إلى 16، مادبة 24 إلى 15، وفي البحر الميت 34 إلى 24 درجة مئوية. في الكرك 25 إلى 15، في الطفيلة 23 إلى 16، جبال الشراه 22 إلى 13، معان 31 إلى 16، وأخيرا في العقبة 33 إلى 23 درجة مئوية. رويشد 34 إلى 18، صفاوي 32 إلى 18، وأخيرا في الأزرق 31 إلى 18 درجة مئوية. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.